هنا الملتقى هذا الملتقى هذا ما فيهش التشوال لان واش غادي شكون هذه يسبق ما عرفتش ما عرفتيش علاش ما عرفتيش شنو هو القا... لو ريغلومون اللي كاين في في الملتقى مول اليمين كيدوز هذه الا ما كانش التشوير اما الا كانت التشوير تكون علامه ديال القف هذيك الساعه تتحكم عليك اذا هنا حيدك سيراتو ردي الباء شوفي لاصق ها هذا فريق غادي خلعتي ياك سوي وقف <applause> <applause> يلا صافي يلا السلام عليكم مدرب السياقه بالغازي شعيب كما شفتوا في التقديم هذا هو التساؤل اللي كيدور في الذهن ديال المتعلم المبتدئ فاش توصل الملتقى بدون تشوير اش يقول واش غادي نوقف واش ندور واش نسباق واش نتبع الطريق الى الامام اذا قبل ما ندخل في التفاصيل خصكم تشوفوا الدرس 103 94 65 غادي نسبقوا الملتقى بتشوير او الضوء مثلا فاش توصل الملتقى بالاضواء الثلاثيه راه القانون واضح في الامر الصفر كان استعد الوقوف الاحمر كان وقف الخضر كان زيد في حاله الا إيه كان عندي الخضر وبغيت ندور الى جهه ديال اليسار كنجي الوسط ديال الطريق وكان وقف. ملتقى طرق التي تيكون وسط المدينه غالبا تتكون فيه علامه ديال القف ابتداء من الملتقى على شكل حرف T او ملتقى فيه اربعه طرق متقاده اذا فاش نلقى هذه علامه ديال القف القانون واضح اذا خصني نوقف و نعطي الاسبقيه اليمين اليسار حتى تخوي لي الطريق فاش نوصل مثلا لهذا الملتقى وفيه علامه ديال القف مباشره فاش كنشوف العلامه ديال القف كنشوف طريق هنا لامامي الجهه ديال اليمين إذا كانت العلامه إذا كانت عندي علامه غالبا غادي علامه هنا في حاله ما كايناش اذا تنطبق عليا القاعده غادي نوقف انا وكل شيء يمر يعني كاع اللي كاين هنا يمروا في حالة إذا كاين قف اذا هالطريق الطريق كامله خص لي فيها السيارات اللي فيها يوقفوا والسيارات اللي جاوا هنا في الجنب في الجوانب على اليمين وعلى اليسار هما اللي عندهم الاسبقيه هذه ملتقى طرق تتكون في علامه قف في المدينه خارج المدينه كتكون هاد العلامه الصغيره في الكبيره بمعنى انك في طريق هذه طريق رئيسية وهذه ثانوية يعني هادو اللي كاينين في هذا الطريق هادو خصهم يوقفوا واللي في الجوانب اللي علي من وعلى اليسار عندهم الحق الأسبقية لانهم في الطريق الكبيرة اذا فاش توصل لهاد الطريق خارج المدينة تكون هاد العلامة الصغيرة في الكبيرة يعني خصني نقص من الصورة لان بقات لي 150 متر باش نوصل لهاد العلامة ديال قف اذا هنا خصني نحترم حق الاسبقية كذلك نلقى في الطريق ملتقى الطرق علامه ديال الكبيره في الصغيره اذا فاش تلقى هذه العلامه الكبيره في الصغيره هنا عندي حق الاسبقيه اذا هذه الطريق كامله طريق رئيسيه يعني كبيره وهذه طريق ثانويه صغيره اذا هذو اللي هنا على اليمين وعلى اليسار ملزم عليهم يوقفوا ولكن وخاء النصيحه واخا تشوفوا هاد العلامه ديال الكبيره في الصغيره يعني فاش تتوصل الملتقى راس الملتقى خصني نقص من قسم السرعه لان خصني ننتبه لان كاين نوع من السائقين لا يعرفون ما معنى نقص من قسم السرعه واحترم حق الاسبقيه اذا فاش توصل المبتدي الى الملتقى بدون تشوير اش تيوقع ليه تيوقع ليه ارتباك وتوتر مثلا فاش توصل لهذا الملتقى بدون تشوير علاش يوقع لي الارتباك لتي... لان السير تيبقى مستمر بمعنى ان السياره في حركه اذا الاستراتيجيه اللي السائق المبتدئ يتبع او المتعلم كما شرحت في الدرس 77 اعاده البرمجه عن بعد مثلا فاش تبقى لك واحد 10 متر كنقوم باعاده البرمجه باش نربح الوقت والمسافه مثلاً فاش توصل بحال هذه الملتقى والطريق ما فيها حتى شي سياره ما عندكش اي اشكال بغيتي تدور على اليمين بغيتي تمشي نيشان بغيتي تدور على اليسار ما عندك حتى اشكال لكن اذا كانت السياره مثلا جايه في اليمين اذا هنا في هذه الحاله هذه ملزم عليك توقف حتى تمشي السياره او الدور هنا عاد عندك الحق تبع السير في حاله اذا كانت سيارة وفي الجنب ديالك إذن هنا خصهم ترد معاهم البال لان كيما انت تفكر ممكن أن هما يفكروا يقدروا يكونوا ما عارفينش اذا في هذه هاد الحاله هذه السياره جات في الجهه ديال هذه السياره هذه في الجهه ديال عندها اليمين حتى هي خاويه ممكن تمشي نيشان او تبع الطريق عندك حتى الان الصلاحية باش تدور جهه ديال اليمين او تدور جهه ديال لان ما كاينش شي سياره في الامام ديالك وعاد عند هذه الحق تمر في حاله اذا كان كانوا السيارات اربعه هنا توقع اشكال بالخصوص فاش تيكونوا السيارات قراب يعني وصلوا الراس الملتقى وهذه الحاله هذه لماما تتوقع اذا 1% تيوقع بحال هذا المشكل وتوقع الارتباك حتى الناس اللي عارفين شويه هنا في هذه الحاله كيدخل سائق محترف اذا هنا هو اللي غادي ينظم السير وكيسمح في الحق ديالو مثلا كيكون كي مثلا هو هاد السياره السرقة اذا غادي يعطي الاشاره لي في الجهه ديال اليسار مثلا اما تيقول ليه سير للامام ولا بغى يدور على اللي من كيتوجه كي و وتيمشي للجهه ديال اللي و كيدور هنا تتولي تفتح واحد الباب وهو هي هاد الطريق اذا فاش يتفتح هاد الباب هاد السياره اما تمشي للامام او تبع الدور وكتمر السياره الحمراء كذلك وعادة عند السائق المحترف يتبع السير في حالات اذا كانت كتيف الطريق او مثلا جاي وقمت بإعادة البرمجة وهنا السيارة في الجهة ديال من ديالك وفي الجهة ديال اليسر إذا أنا فاش نكون جاي وما كاينش تشوير أش من جهة خصني نسبق نشوف كنشوف الجهة ديال اليسر علاش الجهة ديال اليسر لأن الجهة ديال اليسر تكون أقرب إلي لأن غادي نديرو تقييم وعملية حسابية، مثلا هذه السيارة جاية من هنا من الجهة ديال اليسار ديالك، وهذه في اليمين، إذا أنت كنت قريب هنا أقرب سيارة لك هي السيارة الحمراء، لأن السيارة في الجهة ديال اليمين إما تكون في الوسط ديال الطريق أو الجهة وتتربح واحد المسافة، وهذا اللي في الجهة ديال اليسار ديالك تيكون قريب، إذا دائما فاش تنوصل لملتقى الطرق. اول جهه كنشوف الجهه ديال اليسار لان هي اللي قريبه ليا مباشره الجهه ديال لان هنا تطبق عليا قاعده خصني انتبه نعطي حق الاسبقيه الى جهه اليمن. مثلا وصلت الملتقى وعندك الطريق الجهه ديال خاوي ولكن في الامام ديالك السياره جايه وعندك الجهه ديال اليسار خاوي اذا في هذه الحاله هذه اش كندير كان خليه من ديالي خاوي كنجي وكندير السينيال وكنجي حتى الوسط ديال الطريق هنا كيتفتح واحد الباب واحد الزاويه اذا هاد السياره هادي الحمراء ولا اللي من ديالها خاوي اما كتمشي للامام او الدور الجهه ديال اليسار بالسينيال هنا السياره اللي جايه في الامام اللي في الجهه ديال اللي من ديالي ولا عندها حق الاسبقيه اما كتبع الطريق الى الامام في حالة الى كان دايرة ما عنديش الحق نسبق اذا تنخليها تسبق وكتدور الجهة ديال الجهة ديال اليمن وتتخوى ليا الطريق وكنتبع السير ديالي اذا هنا في ملتقى الطرق بدون تشوير القاعدة دائما خصني أه نعطي حق الاسبقية في حالة الى كانت الطريق حسيت بها يعني عامرة في الدروة يعني غادي نرتبك ويكون عندي التوتر كثير اذا الاستراتيجي اللي غادي نتبع غادي نقوم باعاده البرمجه ونتقل السياره ديالي باش نغلب عليها ونعرف لمن الاسبقيه اذا هذه الطريقه ديال لمن كتعطي حق الاسبقيه في ملتقى الطرق بدون تشوير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه